بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه موداه فيا ساده احنا عندنا شيء مهم جدا حصل تغير شويتين ثلاثه في حياتنا اللي احنا عايشينها احنا كنا زمان بنشوف الناس عايشين غرقانين في الرضا غرقانين في طمانينه القلب قلوبهم مطمئنه حاسين دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم صحيح في طيارات متطرفة وطيارات متشددة جات قالت للناس انتوا ازاي يعني بتقولوا ان ربنا راضي عنكم وازاي انتوا في حالة اطمأنينة وسكون كده ما انتوا ممكن يكون عندكم معاصي ذنوب فلازم ما تطمأنوش كده لازم ما يبقاش في قلبكم مليان الرضا والطمأنينة كده لدرجة ان حصلت بقى اشياء مزعجة جدا جدا بدأ يظهر عندنا ناس بيعبروا مش بس بيشعروا بيعبروا عن حاجة أحداث التغير في تديننا إيه اللي بيعبروا عنه ده؟ بيعبروا إن هم زعلانين من ربنا مسألة صعبة قوي وبتوجع ولما بتتعرض عليا وبتعامل معاها أنا في الحقيقة ببقى مشفق جدا جدا عن الشخص اللي وصل لهذا الامر، وبحاول بقدر الامكان ان انا اتعامل مع هذه الحاله بحكمه، ولكن قبل ما اقول لكم احنا ازاي ممكن نتعامل مع الحاله دي، وازاي ممكن نتعامل مع الشخص اللي وصل لهذا المستوى في العلاقه بينه وبين ربنا، تعالوا نشوف اهلنا وناسنا قالوا ايه عن هذه الظاهره. يعني يزعل من ربنا عشان هو ما عندوش ثقة كاملة في الله وفي نفس الوقت دايما بصل للي أعلى منه يعني دايما يقول إيه ليه أنا مش زي فلان ليه؟, ليه أنا مش زي فلان ورغم إن لو هو لو بص تحتيها يلاقي ناس أقل منه بكتير جدا فلو هو بص اللي أقل منه هيحمد ربنا ويحس إنه معاه نعم ما بعديها نعم يعني ليه نزعل ربنا ليه؟ ربنا رؤوف رحيم ربنا رحيم بعباده مهما كانوا مهما كانت الأرزاق ومهما كانت الظروف احنا الحمد لله في نعمه كبيره محدش يزعل من ربنا لان كل اللي بيجيبه ربنا كويس الخير يعني خير والشر في داخله خير هو الزعل من ربنا دي بترجع لقلة إيمانه وهو وعدم تربيته لأن في حاجة حديث بيقول لازم نؤمن بالقضاء والقدر فلازم زي ما بيبقى في خير بيعلم اولاد إن في شر وزي ما بيرضوا بالحل يستحملوا الوحش وكله من أنفسنا استغفر الله العظيم يا رب ده احنا كلنا خلق الله ما فيش حد يقدر يزعل من 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 اللي خلقه يعني عندها قلة إيمان ضعف إيمان ومفروض حد ما فيش حد بيهرب من قدر الله يعني ربنا بيجيب كل حاجه كويسه بس احنا اللي مقصرين في حق ربنا لا طبعا ما حدش يقدر من ربنا ولازم الواحد يرضى بقضاء ربنا بس في كل الاحياء يعني في كل الاحوال يعني ربنا ما بيقدر شيء فالواحد ما يعترضش على قضاء ربه يعني ربنا اللي يزعل مننا ان احنا مقصرين يعني ربنا تمام سبحانه وتعالى بيقول لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه اذا دعاني يزعل من ربنا يزعل من نفسه مش يزعل من ربنا يزعل من نفسه ان هو ما رضاش ربنا يزعل من نفسه ان هو ما وصلش ان هو يرضي ربنا انما يزعل من ربنا ده خلل ربنا ما يتزعلش منه لان هو اللي خلق خلقك في بطن امك وغزاك من بطن امك وانت ما شفتوش لو كل واحد طبعا عنده يقين ان ان دي اقدار وحاجات مسلم بيها ايه اللي هيزعله من ربنا لو زعل من ربنا يبقى هو ما عندوش ايمان ولا عنده دي انت تزعل منه ليه انت ما ينفعش تنام وتستنى ربنا يرزقك ما بينفعش تنام وانت تستنى الراتب او المعاش يوصلك اخر الشهر لا 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 طبعا طبعا فيش حاجه كل ربنا كاتبه لنا حلو الوحش بس اللي من من نفسنا احنا وبعدين هو ادم بيفكر في كده ده ده قله ايمان <applause> احنا قاعدين بقى مع الناس اللي حضراتكم اتكلمتوا معاهم عنهم لان الظاهره دي ما بقتش ظاهره قليله الظاهره دي ممكن بعض الناس يشوفوها ان هي متصله شويتين ثلاثه بالاضطراب النفسي ممكن بعض الناس يشوفوها زي كتير من اهلنا وناسنا اللي كانوا بيتكلموا في التقرير ان هي متصله بتراجع الايمان بس انا في الحقيقه انا شايف ان احنا لازم نتعامل مع ده بشيء من التؤده وشيء من التفهم يعني ايه اتفهم عشان اتفهم حد مش لازم اكون قابل اللي هو بيقوله لكن انا لازم افهم دوافعه في بعض الناس وهم بيتعاملوا مع ربنا بيتعاملوا مع ربنا بطريقة غلط ودايما بينتظروا من ربنا سبحانه وتعالى انه لازم يحقق لهم اللي هم عايزينه وده خطأ كبير في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى نعم بس احنا في نفس الوقت لازم واحنا بنحلل ده نحلله بهدوء مش هينفع ان احنا نوكيل اتهامات للناس هو مش هيتغير عن ده ان انا اقول له على فكره ده نقص في الايمان مش هيتحل مشكلته بان انا اقول له على فكره انت لو كنت من اهل الرضا ما كانش ده حصل لكن احنا محتاجين ان احنا نحلل ده ونتعامل معاه محدش قال عن إقبله بس نعرف ايه اسبابه لو هقول لكم ايه اسباب ده من تحليلي انا الشخصي اللي انا شفته في الواقع في ناس كتيره عندهم سقف احلام وجه حد من التدين الكمي وده خلهم على الخط وقال لهم على فكره في حاجه معادله بينكم وبين ربنا المعادله بتقول ايه بتقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني يا سيدي استنى استنى وانت اول ما تدعي ربنا ربنا يحقق لك دعوتك لو لو انت صادق مع الله ولو انت مؤمن فيبقى اول حاجه بوظت الدنيا هي فكره الارتباط الشرطي الارتباط الشرطي اللي حصلت فالارتباط الشرطي ده خلى الناس في بعض الاحيان يبداوا يزعلوا من ربنا لانه ما حقق لهمش اللي هم عايزينه ويبدا يزعل لدرجه انه ممكن يشك والعياذ بالله في الل في الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى سمعه وان الله سبحانه وتعالى حابب ان هو يذكره طب هو بيقول لك اذا كان ربنا سمعني وحابب ان انا اذكره ليه هو ما يستجبليش وهنا تيجي بقى حكمه سيدي ابن عطاء الله السكندري في الرد على هذا التساؤل والتعامل مع هذا السبب بيقول يا سيدي ابن عطاء الله السكندري لا يكن تأخر لا يكن تأخر أمد لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء يعني إيه؟ ما يكونش لما يتأخر عليك ظهور الإجابة لإن أنا دايما هقول لكم حاجة واحنا بنتكلم. لا يكن تأخر أمد أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك يتسبب في يأسك. ليه طيب؟ قل لي لي الحكمة بسرعة ألحقني بالحكمة. سيد ابن عطاء يقول لك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد هنا نقف شوية تعال أقول لكم القصة فاكرين السورة اللي جت وجت السورة ديت وهي بتبين لنا وسع الأفلاك إزاي السورة دي واسعة قوي وهل في وبدأ الناس يتساءلوا هل في حيوات يعني وفي أحياء في المجرات الأخرى وفي الكواكب الأخرى أنا يهمني إيه من الساعة دي أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو عالم بكل ده فأنت بتقول إن أنا دعوت الله ولم يستجب لي كيف لا يستجب لك هو في أي حياة ولا في أي بعد ما استجب لكش ده حياتك واسعة أوي تعال أضرب لك مثال هو إحنا دلوقتي قاعدين هل حد فيكم سامع الراديو؟ ما حد سامع الراديو. طب هل ده معنى ده ان اسير الراديو مش موجود؟ اي حد معاه ابلكيشن هيفتح هيسمع الراديو بس احنا مش سامعينه دلوقتي وهو موجود. فمين قالك ان الاجابه بتاعتك ما حصلتش في في عالم من العوالم اللي انت بتعيشها؟ سواء عالم الافكار بتاعك او عالم المستقبل او عالم الحاضر اللي هو فيه عوالم كتير اللي منه عالم العلاقات اللي انت مش عارف ايه اللي بيحصل فيها. فربنا اجيت استجاب لك وعشان كده سيدي ابن عطاء بيقول لك ايه انه استجاب لك فيما يختاره لك فين احسن حاجه تسعدك فين احسن حاجه تصلحك ربنا استجاب لك فيها وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد واستجاب لك وفي الوقت الاحسن لك ويا ناس دعوا بحاجات وبعد كده لما جه المستقبل قال ده لو ربنا استجاب لي في ساعتها كنت ضيعت ده كله لكن ربنا سبحانه وتعالى إدهوني في الوقت اللي هو افضل وقت ليا وعشان كده لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى مش خالقنا علشان يعذبنا او يشقينا طب احنا ليه بنحس في بعض الاحيان ان الحياه كلها عذاب اول ما ي اول حاجه علشان ما يحصلش ده ما للي لازم توصل للنعم اللي من بين ايديك وتنظر وتبطل النظر إلى اللي أنت افتقدته يبقى أول حاجة تنظر للنعم الكثيرة اللي ما بين إيديك بل الإنسان على نفسه بصيرة تعود أن أنت دايماً يبقى عندك نظر في نفسك في بصيرة في نفسك على النعم اللي أنت عايشها الحاجة الثانية أن أنت لازم تشوف أن احنا دايماً نشوف أن مفهوم العذاب ده غلط ربنا سبحانه وتعالى لما بيديلك الحاجة بطريقة معينة هو مش أصلاً يعذبك هو قاصد يهذبك. يعني ايه يهذبك؟ يخليك احسن. وعشان كده المو... الناس ممكن ما ترضاش عن ربنا وتزعل هن... وتزعل منه لاكثر من سبب. ممكن نجمعهم في سببين. السبب الاولاني عدم تحقق الرغبات والطموح. انا عايز انجح، عايز ابقى غني، عايز اتجوز، عايز اسافر، عايز اشتغل في مكان معين، كل ده. السبب الثاني الابتلاء بما تكره حد يحصل وفاه، حد يحصل مرض، حد يحصل فشل. فيبقى من مظاهر الزعل ان احنا بقينا نشوف إيه بقى ضيق الخلق ويبقى السخط الدائم وكتر الشكوى وكتر الحزن وخصوصا على اللي فات. لكن التفكير المستمر في الماضي بيبقى اكتر حاجه بتقلب علينا وبتخلينا في هذه الوضعيه غير المناسبه. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الصحابه وصفهم بكلمات جميله قال فيها والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى الله سبحانه وتعالى وصف الناس دول أنهم رضوا رضوا عن الله سبحانه وتعالى والله رضى عنهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فلازم الإنسان يكون مؤمن أن كل الأشياء بقدر عند الله سبحانه وتعالى وكل ما يجيه الله سبحانه وتعالى عليك فيه خير ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العبد دايما امره خير عجبا لامر المؤمن امره كله خير ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى اللي حاصل ببساطه خالص ان الله سبحانه وتعالى جعل حال المؤمن على طول الوقت في الخير طب نعمل ايه عشان نقدر نحسن نفسنا وانا بسميه نزيد المناعه عندنا ونزيد البهجه الايمانيه، الايمان يبقى بيزودنا بهجه، يبقى عندنا صمود وعندنا بهجه. اول حاجه قول حين تمسي وحين تصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله ان يرضيه. ولا تتعجل تاني حاجة ما تتعجلش الإجابة ما تتعجلش إجابة الدعاء و لأن حضر حصل ورد عن حضرة النبي يستجاب للمرء ما لم يعجل قال وكيف يعجل يا رسول الله يقول دعوت فلم يستجب لي فما تتعجلش وفي حاجة تالتة لازم تتعود أن أنت تقولها لازم طول الوقت أن أنت بدل ما تزعم من ربنا أن هو لم يعطيك شيئا جديدا انت عندك حاجه مهمه جدا جدا ايه هي ان انت تستثمر النعم اللي عندك خليك كل يوم استثمر نعمه جديده عندك فكر في النعم اللي عندك واستثمرها هتبص تلاقي حياتك اوسع بكتير من اللي انت تتصوره واخر حاجه دايما خلي ليك دعاء وسر بينك وبين الله لما يجيلك الزعل ده ودايما انا بحب دايما لما يحصل الحاله والحاله دي ان انا اقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي لو قلت ده عشر مرات صدرك ينشرح وان شاء الله ربنا يبارك لك وينزل عليك من ألطافه فيتسع بك الحال يا رب يا لطيف اجعلنا دائما من أهل الرضا وأرنا رضاك في تيسير حياتنا وأرنا رضاك في وصل دائم دائم بك يا رب العالمين واغفر لنا ما كان منا من تقصير واجعلنا يا ربنا ممن يعيشون معك وهم يعلمون النوم في حضرة الكريم الكبير يا رب العالمين بعد الفاصل نرجع لحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسرو اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة اللي بتسعدنا وبتخلينا دايما في وصل ودايما في حضرة العلم وفي حضرة البركة ونكون دايما موصولين بجمال مولانا سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا النهاردة وهنجاوب عليه بيقول هل الأغاني حرام حتى لو أغاني دينية علشان بيكون فيها موسيقى وأغاني الزمن القديم برضو حرام أقصد برضو الأغاني اللي كانت في إما الزمن القديم اللي هو اللي فاتت يعني اللي فيها كلام جميل وكلام راقي أو عايز يقول إن الأغاني بتاعتنا ما بقتش الأيام دي مناسبة كتير يعني هل الغناء حرام؟ الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الصحابة كان يسمع منهم الأشعار وهذه الأشعار هي التي كانت تغنى والدليل, والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس والجواري يغنين بغناء بعاث لغاية ما وصلوا لحتة كلام ما كانش مظبوط فقال لهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نبي يعلم ما ما في غد فقال لهم امسكنا وخضنا فيما كنتم تخضو فيما كنتن تأخذنا فيه يعني ارجعوا تاني هناك وحضرة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سال السيده عائشه انتوا كنتوا انتوا في فرح قالت لا انت جايه منين قالت له والله انا جاي من فرح من, من من عند الانصار قال لها طب حد فيكم كان غنى قالت نقول ايه يا رسول الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يغنوا يغنوا عشان ينشروا الفرح وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه سيدنا ابو بكر وهو في يوم عيد ويدخل عليه والجاريات يغنين فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر يقول له أمزمار الشيطان في بيت رسول الله يقول له صلى الله عليه وسلم دعوما يا ابا بكر فاننا في اليوم عيد فان اليوم عيد اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره طلب من الناس تغني في الفرح ومرة تانية رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاهم يتعلموا ومرة سمع صلى الله عليه وسلم فسواء كان سنة تقريرية أو سنة فعلية كل دوت سواء كان سنة تقريرية أو سنة قولية فكلاهما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح ذلك ولكن الكلام الفاحش حرام الكلام الفاحش حرام وما يعين على الحرام حرام والغنى ليس أساسه أنه يعين على الحرام ولا الموسيقى في أساسها الموسيقى عبارة عن معادلات حسابية ولذلك كتير كانوا بيحب العلماء كانوا يحطوا الموسيقى في علوم الرياضيات وعشان كده ما ينفعش نقول أن الموسيقى الأصل فيها ولا الغناء الأصل فيه حرام ولكن الأصل في الفحش هو اللي حرام فإذا كانت الأشياء دي بتشتمل على فحش أو بتساعد على الفحش ساعتها تبقى حرام لكن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة ولابد ان احنا نعرف ده سواء كان الأغناء ده غناء ديني او غير ديني، الاصل فيه ان هو من المباحات لكن اذا اشتمل على شيء من الفحش او الدعوه الى الفحش ساعتها سيكون حراما لغيره اي حراما للفحش. السؤال اللي بعد كده بيقول ليه ابني وحيد وهو كل حاجه في حياتي وسافر وانا مش عارفه اعمل ايه وزهقانة على طول واكتئاب على طول وانا الحمد لله بصلي فدني يا دكتور عمرو انا شايف في الحقيقه ان ان حضرتك وكانك حصل لك حاجه بتحصل كتير للناس لما يحصل لهم الفقد انهم بيعتبروا ان حالتهم خلصت لا لما حضرت النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها فرسول الله بيعلمنا ان احنا ما نتوقفش في الحياه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان من كان يومه كامسي فهو مغبون محروم واحنا نعم الله علينا كثيره فمن شكر نعمه الله ان انت تخرجي وتبتدي تكملي كثير من الاشياء اللي انت كنت بتسعدي بيها ولذلك انا بقول تعملي ثلاث حاجات اول حاجه لازم تدخلي ما يسمى بالخدمه العباده اللي ليها علاقه بالخدمه تروحي تساعد الناس تروحي لدور الايتام تروحي لبيوت المسنين لما تعملي كده الخدمة بتجدد نشاط الإنسان وبتجدد حياته وبتخليه بدل هو محتاج أن حد يدخل على الأنس هو يؤانس الناس ويبقى أسعد الناس من أسعد الناس وتبقى أنت توصلي للسعادة لأن أنت أسعدت الناس ولذلك كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يبقى الخدمة يبقى على طول اشتغلي في الخدمة الحاجة الثانية والمهمة لازم تغيري برنامج حياتك ايه اكتر حاجه ممكن تساعدك ان انت تغير برنامج حياتك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ايه اكتر حاجه ممكن تساعدك ان انت تغير برنامج حياتك ان انت انا بدور بسميها كده ان انت تدوري في كراكيب حياتك ايه الكراكيب الحاجات اللي انت شايفاها قديمه وركنتيها احلامك القديمه في ناس كتيره رجعوا تاني للماجستير والدكتوراه ورجعوا تاني يتعلموا اشياء كتيره جدا جدا كانوا نسيوها الفتره اللي انت فيها دي ربنا جعلها فتره وسع ما عليكيش اعباء وما ومتخ... تستسلميش للالم وارجعي تاني للحاجات اللي انت كنت ناسياها ارجعي لها مره تانيه وتعلميها واشتغلي عليها كل ما تعملي الكلام ده كل ما يكون احسن الحاجه الثالثه خلي بينك وبين الله ورد من الخلوه وكلمي مولانا سبحانه وتعالى وخليكي دايما على وصال لان ده هيشرح صدرك الا بذكر الله تطمئن القلوب فاصل ونرجع تاني عشان نتشرف باسئلتكم المباركه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه ومعانا سؤال بيقول ارجو تقديم حلقه حول الزوجه التي تغضب التي تغضب وتترك بيتها واولادها بسبب اشياء تافهه باستمرار ولا تشكل لزوجها بمعروف من قريب او بعيد وجزاك الله عنا خير الجزاء السؤال دوت سؤال مهم شويتين تلاتة واحنا هنقول طرف النهاردة ونتكلم في حلقة كاملة إن شاء الله في الكلام دوت وأظن إن هيكون أنسب وقت ممكن نتكلم عنه الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها عن كيفية إدارة المشكلات الزوجية وكيفية إدارة بعض المعوقات الزوجية والاعتقادات الغير مناسبة لأن في الحقيقة دي أحد الأشياء اللي بتحصل ما بين الأزواج بس أنا أقول لكم حاجة أنا عندي حاجات كده شبه الامراض الزوجيه في امراض زوجيه يعني ايه امراض زوجيه الاسباب اللي بتعمل اعراض زوجيه من الاعراض غير المناسبه الاعراض اللي هو اسمها ايه انا بسميه الهروب والفرار الزوجي ان الزوجه تروح هربانه الى بيت اهلها وان الزوج يروح يهرب لبنت لبيت اهله طب ده بيحصل ليه بيحصل لان في قناه اتصال اتسدت ما بين الزوجين في حاله امان فقدت ما بين الزوجين ولازم نعرف الزوج دلوقتي بيقول لي الزوجة بتغضب بس أنا لازم أقول له أنا وبكلمك عن هذه الحالة أنت راجي مني أن أنا أكلم الزوجة وساعات لما باجي أدير المسألة أن النصيحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لما جاب سيدنا أبو بكر عشان يحكم بينه وبين السيدة عائشة إيه اللي حصل؟ لما جه سيدنا أبو بكر وعني في السيدة عائشة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له حاجة مهمة ما هذا دعوناك. يعني عايز يقول له ايه؟ احنا داعينك عشان تعمل توازن وتقضي بيننا وتفصل بيننا عشان نوصل للتراضي. ايه اللي بيحصل عندنا؟ في قواعد مهمة في الجواز، إن أي مشكلة زوجية الطرفين سبب فيها. يعني ايه الطرفين سبب فيها؟ أنا عارف إن أنت قاعد تكلمني عشان تجرني إلى مش مش قصدي إن أنت بتعمل كده لكن قصدي إن أنت في نفسك عايز تخليني أكلم الزوجة عن مفهوم النشوز. لكن قبل كده لازم نتكلم عن مفهوم التوافق. انتوا كنتوا بتعملوا ايه عشان توصلوا للحاله دي؟ انتوا لازم تراجعوا نفسكم ولازم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكيس من دان نفسه وعمل ليوم الحساب. كل واحد فيكم انتوا الاثنين لازم يدين نفسه يعني يقول له هل ربي يرضى عن هذا؟ الزوجة طبعا ما ينفعش الله سبحانه وتعالى أمرها أن تظل في بيتها. وجزء من مفهوم الزواج ان هي تظل في بيت الزوجيه بس انا مش مش هظلم نفسي وانا مش عارف هي سابت بيت الزوجيه وراحت ليه لان انت بتقول ان واحده وتركت بيتها واولادها ما فيش واحده طبيعيه هتسيب بيتها واولادها كده من غير سبب ده سابت اولادها وفلزت كبدها يبقى اذا المساله اصعب بكتير من ان احنا نتصورها طب انت بتنصحني بايه بنصحكم ان انتوا تتفضلوا الى مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه لان الحاجة محتاجة صلح بينكم محتاج ان احنا نقف على المرض اللي ظاهر فيه العرض ده اللي هو عرض ايه عرض ترك بيت الزوجية لكن محدش ابدا يخالف ان ترك المرأة لبيت زوجها بلا سبب يجعلها تخاف على نفسها وتخاف على على تخاف على نفسها من العنف تخاف بلا شك انه حرام ان مرأة تترك بيت زوجها حرام ان هي تترك بيت زوجها لغير سبب اما اذا تركته لسبب فخلاص عندها من الله برهان يبقى احنا لازم نعمل ايه عشان المرأة تكون آثمة لازم تخرج بلا سبب وان هي تكون بده فقدت طاعة ربها سبحانه وتعالى وكمان أذت أولادها وزوجها لكن بلا شك ان فيش امرأة تكون من أهل الله وتسيب أولادها حتى لو حصل بينها وبين زوجها اي شيء ما دام اولادها في فتره الحضانه لابد ان ترعاهم وتحافظ عليهم لان ربنا سبحانه وتعالى قضى ان هذه الام لابد ان تكون دائما الاطفال في رعايتها وفي حضانتها فعشان كده لازم تتقي الله سبحانه وتعالى وترجع بيتها اذا كان السبب سبب تافه زي ما بيقول الزوج لكن انا عايز اقول من خبرتي ان احنا محتاجين ببساطة إن إحنا نروح لخبير يصلح ذات بيننا لإني أنا موافق إن الزوج يقول من بسبب أسباب تافهة من وجهة نظري لإن ممكن هي تكون من وجهة نظرها مش أسباب تافهة لكن إحنا قلنا المرأة التي تترك بيت زوجها بغير سبب فهي ناشز وحرام عليها وهي وقعت في الحرام. السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا فضيلة الشيخ النمل عندي في المنزل بكميه غير عاديه عايز اعرف ايه ده يا شيخ الحقيقه ان دوت ما فيش اي حاجه غير ان دي ظواهر قد تتعلق بتغيرات جويه قد تتعلق باشياء محيطه في البيوت المجاوره لكن انا ما بحبش ان دوت بيكون بقى سببه عمل ولا سببه حسد ولا سببه اي حاجه انت ببساطه خالص حاولي تستخدمي الادوات اللي تمنع هذا النمل وحاولي بقدر الامكان ان انت تسالي ازاي تتعاملي مع ده وتتميما للطمانينه والسكينه اذكري واقرا المعوذتين واقرا الفاتحه سبع مرات ولكن عليك ان تتعاملي مع ده اما بدواء يداوي مساله وجود النمل بكثره او بشيء يتعلق بترميم شيء معين ولكن في الحقيقه نحن ذكرنا الذكر هنا لا لعلاج النم ولكن لعلاج القلوب التي هي في الحقيقة تحتاج للتعلق بالمحبوب سبحانه وتعالى يا رب كرمنا وجعلنا من أحبابك وجعلنا من أصفيائك وجعلنا من أهل السكينة وجعلنا من أهل اليقين وجعلنا يا رب من أهل الإقبال عليك في كل وقت وحين وجعلنا من أهل الثقة في فضلك وجودك وكرمك وعطائك وجعلنا ممن يطمئنون لي معيتك يا رب العالمين واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك واجعلنا من اهل الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين